أهلا بكم من جديد مشاهدينا في استوديو رافدين. نواصل نقاش الملف حول القواعد الأجنبية في سوريا وانعكاساتها على الأزمة هناك، والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية الخبير العسكري السوري أديب علاوي. أهلا بك سيد أديب. أهلا بكم، تحية لكم، تحية للمشاهدين. قدرت النقاط العسكرية في سوريا ب 477 نقطة عسكرية تسيرها أو تديرها خمس جهات أجنبية. ما طبيعة الاستراتيجية التي تعتمدها كل دولة في توزيع هذه النقاط العسكرية؟ نعم، تحية لكم، تحية للمشاهدين. يعني حقيقة ما يجري على الأرض السورية هي ساحة صراع دولية أصبحت، وخاصة بعد أن تم تدويل الثورة السورية أو القضية السورية، بعد أن تدول يعني تدويل هذه الثورة الحقيقة أصبح هناك صراع، وأصبحت ساحة الصراع هي سوريا للأسف الشديد، وأصبحت سوريا مستباحة من قبل العديد من الأطراف، وانقسم يعني دعيني أقول أصبح هناك محورين، محور روسيا ويعني إيران ومن لف لفهم بمعنى آخر الدول التي تدور في فلك إيران مثل لبنان ومثل العراق، ودول الولايات المتحدة الأمريكية ومعها فرنسا وبريطانيا والعديد من الدول سمي دول التحالف. والحقيقة النقاط الموجودة على الأراضي السورية هي لعدد من الدول، يعني ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران، فهناك أيضا بريطانيا وهناك فرنسا والعديد من الدول موجودة على الأراضي السورية. نعم. الآن ما يجري على الأرض السورية الحقيقة هو الصراع الدولي الذي تكلمنا عنه. هذا الصراع الحقيقة أصبح يعني أي يعني مشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول أخرى أو بين مثلا أوروبا وبين روسيا، أصبحت الأرض السورية هي للأسف الشديد ساحة الصراع بين هذه الدول. التوزع كبير جدا وكبير أكثر مما نتخيل، يعني بمعنى أن هناك 400 ويعني أكثر من يعني حوالي 500 نقطة على الأرض السورية جاءت كلها تدعي بأنها تحارب الإرهاب، ولكن في الحقيقة هم اختلفوا في كل شيء واتفقوا على قتل الشعب السوري. في هذا السياق سيد أديب، كيف ينعكس انتشار هذه النقاط العسكرية الأجنبية في سوريا على القرار والسيادة الوطنية؟ يا سيدتي، عن أي سيادة نتكلم بعد أن كل هذا العدد من النقاط العسكرية على الأرض السورية لم يعود هناك سيادة؟ يعني كما قلنا يعني هناك احتلال مركب لسوريا، هناك احتلال روسي، وبداخل الاحتلال الروسي هناك احتلال إيراني، وهنا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي جزء من الاحتلال بمعنى آخر، تحت الجزء من سوريا، وبريطانيا وفرنسا وغيرها. وبالتالي أنا أقول هناك احتلال مركب، ولذلك أنا قلت أن سوريا أصبحت مستباحة. لا يوجد الآن أي قرار للنظام السوري، لم يعد هناك سيادة سورية، طالما أن الطائرات الإسرائيلية تسرح وتمرح كما تشاء، ويعني غير الطائرات السورية هناك قتل يومي من قبل الجنود الروس الموجودين في المنطقة ومن قبل الميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة، وبالتالي لم يعد هناك سيادة سورية. ونحن لاحظنا يعني أكثر من مرة يعني روسيا أصلا حاولت أن تزل يعني رأس النظام. مؤسف ما حصل في قاعة تحميميم وفي غيره، عندما زارنا زار سوريا في المرة الثانية بوتين في عام 2019، مؤسف ما حصل أن يكون موجود وزير الدفاع النظام ورأس النظام في مقر قيادة القوات الروسية، وليس والاستقبال ليس رسمي دون وجود العلم السوري. يعني دعيني أقول أن لم يعد هناك سيادة سورية على الإطلاق عند النظام. إلى جانب الوجود الروسي هنالك وجود كثيف للجانب الإيراني. معظم النقاط العسكرية التي تم إحصاؤها إيرانية أو تابعة لميليشيات موالية لإيران. ما الأهداف الاستراتيجية والعسكرية التي تبنتها طهران من خلال تلك النقاط العسكرية؟ يعني كما قلنا هناك محورين، محور أمريكي ومحور روسي وإيراني. المحور الروسي والإيراني الحقيقة أيضا هم ينقسمون إلى محورين، المحور الإيراني شيء والمحور الروسي شيء آخر.
روسيا الحقيقة جاءت إلى سوريا بعد يعني زيارة قاسم سليماني، كما صرحت إيران بذلك وكما حكى تكلم حسن نصر الله بذلك، بأن يعني سليماني هو من أقنع يعني الروس في الدخول إلى سوريا. ولكن قبل يعني حتى زيارة سليماني كان هناك أكثر من 13 فيتو روسي قامت به في الأمم المتحدة من أجل بقاء رأس النظام. وبالتالي عندما زار سليماني يعني روسيا واجتمع مع الرئيس الروسي أقنعه بالدخول إلى سوريا. والحقيقة يعني روسيا تحتاج إلى الدخول إلى سوريا كمصلحة للوصول إلى المياه الدافئة أولا، ومن ثم السيطرة على الاقتصاد السوري وعلى القرار السياسي السوري وعلى قرار السلم والحرب في سوريا. وقد سيطرت بنسبة كبيرة، لكن سيطرت لأن الأهداف الإيرانية تختلف عن أهدافها. إذا كانت روسيا هي تبحث عن يعني منابع النفط والغاز ويعني الثروات الموجودة في سوريا وتصل إلى المياه الدافئة، فهي وصلت إلى المياه الدافئة ويمكن أن تستثمر كل الطاقات والاقتصاد السوري الموجود وسيطرت على قسم كبير منه. ولكن الحقيقة إيران كانت منافس رئيسي في اقتصاديا، ولكن لإيران هدف أبعد من ذلك. والهدف الموجود الحقيقة الأبعد لإيران والأهم هو يعني الحقيقة التشيع أو تشييع المنطقة، ومحاولة إيران أن يكون هناك حزب الله جديد وحشد شيعي جديد في سوريا، كما حصل في العراق وكما حصل في لبنان وكما حصل في اليمن. وبالتالي هي تحاول يعني تعمل على تشييع السوريين وخاصة السنة منهم، وخاصةً في يعني معسكرات وفي ميليشيات معينة تقاتل لصالحها. ولذلك أنا أقول أن إيران أهدافها تختلف عن الأهداف الروسية، وقد تحقق يعني قسم كبير من الأهداف الروسية، لكنها لم تنتهي بسلام، ولم تتحقق الأهداف الإيرانية حتى الآن، ولم تستطيع أن تتحقق الأهداف الإيرانية. بمعنى أن إيران لا يمكن أن تبقى أو أن يقبل الشعب السوري بأن تقوم بهذا التشيع وبهذا التغيير الديموغرافي الذي يحصل، ولا يمكن أن يكون هناك قبول للميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة. أشكرك الخبير العسكري السوري أديب العليوي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية. شكرا جزيلا لك.